السلام عليكم أصدقائي، ونتمنىكم تكونوا بصحة جيدة. بزاف ديال الأصدقاء اللي كيسولوني على الأماكن السياحية اللي نقدروا نشوفوا في مدينة الداخلة والنواحي ديالها، وجدت لكم هذا الفيديو اللي هو عبارة عن بعض المشاهد ديال الأماكن السياحية اللي تقدروا تشوفوا في المدينة وكذلك في النواحي ديالها. وقبل ما نشوفوا هذه الأماكن السياحية، نحاولوا أننا ناخذوا واحد التقديم ديال هذه شبه الجزيرة الرائعة. الداخلة هي مدينة مغربية سياحية وساحلية، كتواجد بجهة الداخلة وادي الذهب في الأقاليم الجنوبية المغربية. هي مدينة مشهورة باستقطاب هواة الرياضات البحرية ومعروفة بالثروة السمكية المتنوعة. كتبعد على مدينة العيون بحوالي 530 كيلومتر. أما الخليج ديال الداخلة فكيمتد على المحيط الأطلسي بالسحر الأخاذ ديالو بواحد الطبيعة فريدة، كذلك تواجد الكثبان الرملية والأمواج. الداخلة عبارة عن شبه جزيرة داخلة في وسط البحر، تقريبا 40 كيلومتر اللي كيجعلها عائمة في المحيط، ومن هنا جات التسمية ديال الداخلة أي داخل البحر، وكتسمى أيضا بلؤلؤات جنوب المغرب. الداخلة من المدن النادرة اللي كيلتقي فيها البحر بالكثبان الرملية اللي كيجعلها قبل السياح، خاصة وأن جل الأيام ديالها مشمسة، إضافة إلى الرياح القوية اللي كتعرفها هذه المدينة، مما يساهم في استقطاب وجلب السياح الراغبين في ممارسة الرياضات البحرية. وكتوفر المدينة على بنية تحتية مهمة من الفنادق ودور الضيافة اللي يمكن تستقبل السياح المغاربة وكذلك السياح الأجانب. ودابا أصدقائي، نتوكلوا على الله ونشوفوا أهم الأماكن السياحية اللي نقدروا نشوفوا في مدينة الداخلة في هذا الفيديو المتواضع. بالنسبة للنقل أصدقائي، يمكن لكم تمشيوا للداخلة سواء على متن الطائرة أو في الطريق الوطنية رقم 1. بالنسبة للمدة الزمنية اللازمة من مطار الدار البيضاء إلى مطار ديال الداخلة تقريبا واحد ساعتين ونص، والثمن كيبدأ تقريبا من 1000 درهم حتى 1300 درهم على حسب الموسم اللي غادي تسافروا فيه. وكنصيحة بالنسبة للناس اللي غادي تكون الزيارة الأولى لهم ديال الاتجاه الصحراء المغربية، فكنقترح عليهم أنهم يمشيوا للداخلة على متن السيارة باش يستكشفوا الأقاليم الصحراوية المغربية الساحلية، ويباتوا في بعض المدن وياخذوها كمحطات بحال أكادير، قلميم، العيون، والوصول إلى الداخلة. إذا مشيتوا أصدقائي في الطريق الوطنية رقم 1، فاش غادي توصلوا ديك الدخلة فين كاين الطريق ديال العرقوب وال القرقالات والدول الإفريقية، كاين عاوتاني الدخلة ديال الداخلة، فغادي تلقاو هاد اللوحة التعريفية اللي مكتوب فيها بعض المدن وبعض المدن ديال الدول الإفريقية. حاولوا أنكم تاخذوا واحد الصور تذكارية مع هاد اللوحة الرائعة. وهذا البانو صراحة كيخليك تفكر في يوم ما انك تزور ودير جولة للبلدان الافريقية. مباشرة فاش غادي تقربوا لمدينة الداخلة غادي تلقاو هذا المجسم اللي هو منحوت على الخشب، غادي تلقاوه هنا، كذلك يمكن لكم تاخذوا صور تذكارية معه. ومن بعد غادي تلقاو راسكم وصلتوا للداخلة، وهذه هي البوابة ديالها اللي على شكل اقواس. من غادي توصلوا للداخلة اكيد انكم غادي تقلبوا على فين تباتوا، كاين عندكم اختيارات، ممكن انكم تمشيو تاخذوا اوطيلات اللي قريبه للكورنيش ديال الداخلة، وكذلك اوطيلات في سونتر فيل، وكاين بعض الشقق المفروشة في احياء سكنية المناسبة للناس كذلك. ومن بعد ما تنستالوا في الفندق ديالكم، حاولوا انكم تخرجوا في جولة مسائية او ليلية وتساروا في سونتر فيل ديال الداخلة. ومن غادي تكونوا في وسط المدينة، حاولوا انكم تمشيوا لساحة الحسن الثاني، غادي تلقاو فيها هذا المجسم ديال شبه الجزيرة ديال الداخلة، حاولوا انكم تصوروا معاه وخذوا صور تذكارية لانه كيتعد رمز من رموز المدينة.
ويمكن لكم كذلك تمشيو الكورنيس ديال الداخلة وتمشاو على الجنبات ديال البحر. اما اللي بغى يتمتع بالاجواء اكثر بالقرب من البحر فكاين اوتيلات فنادق مصنفة ورائعة كتواجد بخليج الداخلة. وهاد الفنادق باش مزيانة وباش متميزة على الفنادق اللي كاينة في المدينة فهي فاش كتكون كتدوز لزاكتيفيتي ديالك او النشاطات كترجع ليها مباشرة وفي الاجواء كتكون اجواء ليلية رائعة. من بين النشاطات اللي تقدروا تديروا هو تجربة تعلم احدى الرياضات البحرية. المكان كيعتبروه ابطال ركوب الامواج من اجمل المواقع في العالم، بحيث كيتعتبر الخليج ديال الداخلة مكان جد مناسب لممارسة كافة انواع رياضات التزلج على الماء. وبطبيعة الحال كاينين مدارس يمكن لهم يعلموكم ويرافقوكم يعني بالمرشدين ديالهم في احد الشواطئ الساحرة في الداخلة. من بين الاشياء اللي تقدروا تديروا كذلك حاولوا تتجهوا الجنوب الداخلة، غادي تلقاو المرسى ديال الداخلة، حاولوا تجولوا بها وتشوفوا السفن ديال الصيد والسفن التقليدية. كذلك الداخلة كتوفر على ثروة سمكية متنوعة، فما تنساش تاخذ السمك الطري المتنوع باحد المطاعم ديال الداخلة. شاطئ 25 او بلايا 25 وجزيرة تينين. أصدقائي بلايا 25 أو شاطئ 25 تسمى بال25 لأنه كيبعد على مركز المدينة ديال الداخلة ب 25 كيلومتر، كيتواجد على طريق يعني قريب أنكم توصلوا، يعني لمين كتكونوا في الطريق كتحط غير السيارة ديالك وكتزيد واحد الخمسة دقائق كتمشي لهذا البحر هذا يعني أكسيسيبل. وهنا يعني على اليسار ديالك كتلقى الناس اللي كيديروا السيرف، و اون فاس ليك في الجهة الأخرى كاين واحد الجزيرة كتسمى جزيرة تينين أو إيسلون دي دراغون، وهذا الشاطئ هو الأكثر شهرة في شواطئ الداخلة. وهو شاطئ جد مناسب للعائلات اللي كيتوفروا على الأبناء وبغاو يعلموهم في السباحة. كذلك يعني الشاطئ جد سهل السباحة فيه، ويعني كتمشى واحد المسافة عاد كتغرق. حاولوا انكم تدخلوا في الباطو وتمشيوا الجزيره التنين، لان يعني مؤخرا شفتهم دايرين بعض اللوحات كيمنعوا الناس انهم يمشيوا مشيا الجزيره التنين، بحيث ان البحر كيهبط واحد شويه وكيمشيو الناس على رجليهم، ولكن مؤخرا داروا واحد يعني لي بانو كيمنعوا الناس انهم يمشيو على الارجل، يعني خصك تمشي تاخذ واحد الباطو اللي غيوصلك لهاد الجزيره التنين وتوصل الجزيره التنين تسالى فيها وتلاحظ تما الطيور المهاجره. كذلك بلايا 28 شاطئ 28 خليج الداخلة. إذا كنتي من عشاق العزلة والهدوء يعني هاد الشاطئ غيكون رائع بالنسبة لك وغيكون مناسب، لأنه يعني ما كيزوروش الناس بزاف، وكذلك كيتواجد بالقرب من يعني الفنادق الرائعة اللي كتواجد هنايا، وغادي تلقى زعما تتمتع بالأوقات ديالك. صراحة ما غاديش تندم على الزيارة ديال هاد الشاطئ الرائع. وإلا بغيتي تتمتع أكثر فكنقترح لك أنك تبات في شي فندق اللي غيكون قريب لهاد البلايا. حاول أنك يعني تدوز أوقات ممتعة. بالنسبة للأسمنة كتبدأ من 800 درهم وانت طالع، حاول تشوف الفندق اللي غيكون مناسب لك في الثمن، لأن هنا الفنادق كتختلف يعني كل أوتيل على الآخر على حسب الكونتوني ديالو على حسب ليزاكتيفيتي اللي فيه، وراهم كيديروا لا بونسيون كومبليت. شاطئ أم البوير. هاد الشاطئ جاي في الغرب ديال مدينة الداخلة وجاي بالقرب من يعني من المقاهي اللي تقدروا يعني تديروا عصفورين بحجر واحد تستمتعوا بهاد الشاطئ، وكذلك تمشيوا لبعض المقاهي او بعض يعني المدارس اللي كيعلموا يعني كيعلموا السورف. ومن هاد الشاطئ غادي تكونوا قريبين بزاف للسونترفيل ديال الداخلة. إذا مشيتوا للداخلة أصدقائي حاولوا تمشيوا لهذا أقصى الجنوب ديال الداخلة، يعني
داك الجهه الاخرانيه اللي كاينه في الجنوب ديال الداخله غادي تمشي، وكاين هذاك المحيط راه عاد داروه جديد، يعني كاين فيه واحد يعني بيوت تما خشبيه، وصراحه كاين فيها واحد الكالم رائع تما، انا يلاه اكتشفتها مؤخرا فاش مشيت للداخله. وهاد البلاصه فهي جد مناسبه للناس اللي كيبغيو الكالم، والناس كذلك اللي عزيز عليهم يعني السيرف بطبيعة الحال. يعني الداخلة فين ما مشيتي كتلقى الأماكن ديال السيرف صراحة، في سواء في الشرق أو لا في الغرب، كل يعني الشواطئ سانحة لأنك تدير نشاط ديال الرياضات المائية بصفة عامة. ومن تمشيو لهذا المحيط ما تنساوش أنكم تزيدوا واحد شوية تلقاو القرية ديال لاسرقة، وهي آخر قرية ديال الصيد اللي كاينة يعني في أقصى جنوب الداخلة. وهكذا غادي تكون وصلتوا للنقطة الأخيرة في يعني في التراب ديال الداخلة، وتشوفوا القوارب الخشبية لا دون بلانش. هاد الكتبان الرملية البيضاء اللي كتلاحظوا وكتلاقى مع المياه ديال المحيط الأطلسي، قليل فاش غادي تشوف هاد المشهد في شي بلاد واحدة أخرى. فهذا المنظر بالضبط يعني فين كتكون الكثبان الرمليه كتلاقى مع البحر، انا يعني شخصيا شفته في ثلاثه المناسبات، يعني كاين في واد شبيكه في النواحي ديال طنطان، وكاين كذلك في المنتزه ديال خنيفيس في يعني في المحميه ديال النعيله اقليم طرفايا، ودابا لا دون بلونش في الداخله. فهاد البلاصه الا بغيتو تمشيو ليها اكيد انكم خاصكم تكريو واحد السياره رباعيه الدفع 4x4 بالشيفور ديالها اللي غيوصلكم لهاد الكثبان الرمليه، فالسياره العاديه راه ما كتوصلش لهنايا باش تكونوا عارفينها. وللاشاره يعني كاينين الناس اللي كيديروا يعني لي زيكسكورزيون ديال الداخله، كيديروا هاد لا دون بلونش، وكيديروا واحد العين اللي غادي تشوفوها العين اسماء كتمشي ليها، وكاين كذلك بعض المناطق الاخرى اللي كتشوفها في الخليج ديال الداخله. وهاد لي زاكتيفيتي او النشاطات الفارا كيخصهم نهار كامل، لان كذلك كيكون تواجدوا الكوادات يعني تقدروا ديروا بهم جولات رائعة، وكاين مزيد من النشاطات تقدروا ديروهم في الخليج ديال الداخلة. بلايا بورتوريكو، شاطئ بورتوريكو من أفضل الشواطئ الرائعة اللي كيمشيو ليهم غير الناس اللي عارفينه، وهاد الشاطئ راه جاي متقابل مع المدينة ديال الداخلة في الجهة الأخرى، يعني بحال بالقرب من العرقوب. وكيف قلت لكم هذا راه من الشواطئ المذهله ديال الداخله، لان هنايا كتمتع بواحد الحريه تامه، وكترتاح بعيد عن الناس، بعيد عن الاجواء ديال الصداع وداك الشيء، كتاخذ الراحه كامله ديالك في هذه البلاصه. المبيت بالخيام، كاين الناس اللي عزيز عليهم يباتوا في الخيام، فكاين هاد يعني هاد الخيام اللي كاينه في المحيط ديال لاسرقة، فهي يعني خيام البرا كتبان خيام تقليدي، ولكن فاش كتدخل كتلقى يعني داكشي ارتيفيسيال بحال يعني كيهرب على داك الجو ديال الخيام. ولكن كاين الناس عاوتاني اللي كيبغيو يباتوا في لي طونط او الخيام اللي هي تقليديه، يعني ما يكون داخل عليها حتى شي تعديل، فراه كاين يعني بلايص لهاد الشيء هذا. عين اسماء، اصدقائي اذا كنتو في الداخل او لا غادي تمشيو ليها، ما تنساوش انكم تجربوا الاستحمام بالمياه الكبريتيه ديال منابع اسماء اللي كيبلغ الحراره ديالها تقريبا 38 درجه طبيعيا. هاد المياه ديال هاد المنابع فهي جد مهمه بالنسبه للجسم، وكذلك عندها منافع للجلد والاضطرابات ديال الجهاز التنفسي والعظام، فالناس اللي عندهم يعني الحريق ديال المفاصل فهاد الماء جد مناسب ليهم. واكيد ان الثمن غادي يعجبكم، الثمن غير 15 درهم وهانت قاضي الغرض. صبخة إمليلي، في النواحي ديال الداخلة بالقرب من العرقوب تقريبا كاين هاد ثلاثة ديال الجلتات اللي فيهم المياه ديال البحر، وكيسميوهم باللهجة الصحراوية بالصبخات. فهنا كيجيو الناس يعني بالمساعدة ديال المرشدين السياحيين أبناء المنطقة، وكذلك يعني من الأفضل أنها تكون توفروا على يعني سيارة رباعية الدفع، وهذوك الناس اللي يكونوا معكم راه كيديروا لكم بروغرام فيه لا دون بلونش وصبخة إمليلي وكذلك عين أسماء، فكتجيو لهنايا
كتحطوا رجليكم في هاد البحيرات باش هاد السمك اللي كيتواجد هنايا كياكل ديك الخلايا الميته ديال الجلد. وهاد البلايص فيها اراضي صحراويه رطبه غادي تعجبكم بزاف، وكذلك غادي تمتعوا بالمناخ ديالها. الى جيتي صديقي او صديقتي للداخلة يعني ما تمشيش غير للمركز المدينة وتبقى جالس وموراها تمشي وتقول يعني الداخلة ما فيها والو، حاول انك تمشي الاماكن السياحية بحال الخليج الداخلة. دابا هذه هي خليج الداخلة وهادو هما لي زوطيل اللي دايرين عليه، وكل اوتيل راه قدامه كتلقى سواء بلاج بيبليك او بريفي راه كتلقاه مزيان فيه، يعني كاين اماكن سياحية خصوصا هادو اللي هدرت لكم عليهم في الفيديو. حاولوا انكم تشوفوهم على قد المستطاع ديالكم. ما تقولش لي راه الثمن غالي في الطياره، الا كانت الطياره غاليه فحاول انك تمشي في سياره تفرضوا، يعني نتوما اربعه الناس غادي تطيح لكم قضيه زوينه رخيصه. وكذلك من غادي تبغيو تكريو سياره رباعيه الدفع 4x4 غادي تقام عليكم ثاني تقاسموا داك الثمن. يعني اهم حاجه هو انكم تمتعوا بالاوقات ديالكم ورفقه الاصدقاء تما وتقاسموا الاثمنه، يعني بحال هكا تطيح لكم الرحله رخيصه. وحتى الفنادق الا كانوا غادي يجيوكم يعني غاليين واحد شويه راه تقدر تدوز النهار كامل يعني في الخليج ديال الداخله في هذوك البحوره وداك الشيء، وفي العشيه تمشي لشي اوتيل في المستطاع ديالك في المدينه. المهم ها ترونسبور لقيتي ليه الحل باش يتقام عليك رخيص. كذلك يعني الفنادق تقدر تكريو شقه مفرشه بواحد 300 درهم في الاحياء السكنيه ديال الداخله، يعني كل شيء مزيان. بالنسبة للمعيشة يعني عادي، هي كتكون واحد الزيادة طفيفة لأن كيكون الضغط على المدينة ديال الداخلة سياحيا، فهاد الشيء عادي جدا. كاين قضية أخرى، والجو ديال الداخلة فهو جو دائما كيكون مزيان. في الصباح كيبان لك بحال راه كاين الضبابة أو الغيام، فراه كتجي تقريبا هذيك 11-12 كيولي الجو عادي جدا، كيولي القضية يعني مزيانة ملائمة أنك تمشي للشواطئ ديال الداخلة. اصدقائي وصلنا لنهايه هذا الفيديو، كنتمنى هذا الفيديو المتواضع جدا انه ينال الاعجاب ديالكم ونقدر نكون فدتكم واحد شويه. وتحياتي وتبارك الله عليكم ونتشوفوا في فيديو لاحق ان شاء الله. حاولوا تدخلوا لجوجل مابس وقلبوا على الاوتيل اللي غادي يكون في لون بلاسمو، اي البلاصه اللي مزيانه، ودخلوا البوكينغ وشوفوا الثمن ديالو شحال داير وفي التصاور، وعزلوا الاوتيل اللي بغيتو. الا بغيتي شقه مفرشه قلب عليها في ماركت بليس ديال الفيسبوك او لافيتو غادي تلقاها بثمن وصوني على السيد اللي غادي يقول لك البلاصه فين كاينه وداك الشيء. كاين عندكم اوبسيون اخرى ديال لي زوتيل اللي كيكونوا قراب الكورنيش او السونتر فيل ديال الداخله. وبالنسبه للناس اللي كيديروا يعني الجولات في الخليج ديال الداخله بالكاتكات، فشخصيا يعني ما كنتوفرش على شي رقم هاتف ديال شي واحد اللي هو موثوق به، ولكن يعني غادي نعطيكم غادي نقترح لكم بعض الارقام ديال الهواتف ديال الناس اللي غادي نحصل عليهم مستقبلا. هذا الفيديو مفتوح في وجه الناس اللي كتقدم خدمه سياحيه للزوار ديال مدينه الداخله، يعني يمكن لهم يتفضلوا في التعاليق ويقدموا الخدمه ديالهم سواء سكن او للارشاد السياحي او للناس اللي عندهم كذلك سيارات رباعيه الدفع، وهكا وتعاملوا مع الناس وشويه شويه وحاولوا انكم تساريهم وتوريهم المنطقه كامله ديال اللي دايره بالداخله. كنتمنى انني قدمت لكم يعني جميع الاماكن السياحيه اللي تقدروا تشوفوها، وكذلك الى غلطت في شي حاجه ممكن انكم تصححوا لي في التعاليق. كذلك الناس اللي عندهم شي معلومات على اماكن سياحيه يعني مقاهي مطاعم شي بلايص اللي هما يعني سياحيه يبارطاجيها معنا في التعاليق كذلك. ما تنساوش اصدقائي الى عجبكم هذا الفيديو وكان يستاهل انكم تبارطاجيوه مع الاصدقاء ديالكم، حاولوا تبارطاجيوه مع الناس اللي تبغيوهم يمشيو معكم للداخله. تحياتي وتبارك الله عليكم ونتمنى لكم الخير والسعاده. اما حنا فراه مازالين شادين الطريق الى القرقارات. الى ذلك الحين تهلاو في راسكم وتحياتي والله يعاونكم.